ليه اختفت البركة من بيوتنا؟ ليه كده دلوقتي حتى الوقت بقى بيمر بسرعة جدا؟ ليه بعض الناس بتشتكي ان الفلوس دلوقتي اللي عندها بقى بتتصرف بسرعة جدا؟ ما عادش في بركة، لا في وقت ولا في فلوس ولا في زمان وما إلى ذلك. بقت عندنا مشكلة كبيرة قوي اسمها قلة البركة. يا ترى مين المسؤول عن قلة البركة؟ هل احنا فعلا بتصرفاتنا اللي بنعملها السبب في مثل هذه المسائل؟ ايه الحاجات اللي تخلي البركة تملى بيوتنا؟ ايه الحاجات اللي بتطفش البركة في بيوتنا؟ في حاجات كتير قوي احنا بنعملها بتخلي بيوتنا تسكنها الشياطين. ازاي نخلي البركة قاعدة عندنا جوه البيت؟ ازاي نحب بعض؟ ازاي نرضى ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده موضوعنا النهارده. يا ريت يا جماعه تكلموني حول هذا الموضوع وتقولوا لي رايكم في هذا الموضوع، وانا بنتظر اسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتظهر على الشاشه قدام حضراتكم بعد قليل. وقبل ما نبدا الحوار حول هذا الموضوع، خلينا الاول نشوف راي الناس وبعدين راجعين اليكم مره تانيه باذن الله. افتقدنا البركة في البيت. افتقدنا البركة في البيت عشان الناس بعدت عن ربنا، عشان بعدا عن الله، مفيش حب زي الأول، مفيش تزكية نفوس، النفوس مش متزكية، عدم اتباع أوامر الله عز وجل، عدم تقوى الله، بقى في صراع على حتة أكل العيش، فمبقاش في وقت للمحبة ومفيش وقت للود، لأن احنا مشينا ورا الشيطان ورا الكلام اللي مش مظبوط، البعد عن ربنا. هل افتقاد البركة ناتج عن انخفاض مستوى المعيشة والغلاء؟ لا خالص، هو البركة دي بتبقى من عند ربنا، يعني ربنا بيبارك دايما في القرش الحلال، لكن برضه بعدا عن الله هو الأساس. كل الأسعار تبقى مثلا غالية ومرتفعة وفي ناس فقراء كتير طبعا. افتقار العامل الديني. بس هو الحب، يعني معاه كتير بيمشي، معاه قليل بيمشي. الإنسان عاد ما كان قنوع، لو كان قنوع ما يفرقش معاه غلاء أو غير غلاء. طب الناس تعمل إيه في الغلاء ده؟ لازم تفقد البركة ولازم تفقد كل شيء. ليه زمان كان في بركة في البيت رغم قلة الدخل؟ لأن كانت الناس تحب بعض وكان قلوبها على بعض. هو كان الأول في إخلاص، في ضمير عند الناس. المعيشة كانت سهلة وبسيطة، الأسعار كانت قليلة، الأسعار ما كانتش عالية قوي كده، وبالرغم ذلك كانت في متناول الجميع حتى اللي ما معهوش. البركة بتحصل لما كانت الناس بتقبض 7 جنيه ولما الناس بتقبض 7000 جنيه. في تعاون، اللي معاه بيدي اللي معهوش. إزاي نرجع البركة لبيوتنا مرة تانية؟ التزام بتعاليم الدين الاسلامي، بتقرب الى الله سبحانه وتعالى، هي تزكيه النفس، اللي يراعي بعضينا، نحافظ على اخلاق بعضينا، اتباع سنه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. الشعب طول ما هو بيجري ورا لقمه العيش ورا الجنيه مش هتيجي البركه، تبقى في حاله رضا داخليه. نرجع البركه بالحب.